السلام عليكم. اليوم راح اشرح على عجينة البوردو او خلطة البوردو. هاي الخلطة الكثير بتجاهلوها اصحاب المزارع الاشجار المثمرة، ولكن هي ترى ضرورية جدا ولها فوائد كثيرة جدا جدا. من فوائدها انه جذوع الاشجار المجروحة هي مثل ما انا شايفين تحمية، بتقوم بالقضاء على النمل، البيوض، الديدان، والديدان بشكل عام، تحمي الشجرة من أشعة الشمس الشديدة، فبتمنع جفاف الجذع، لأنه إذا كان الجذع مجروح فيه جرح فراح تضرب عليه أشعة الشمس وبأدي إلى جفاف الجذع الشجرة وبأدي إلى موت الشجرة. فإلى فوائد عديدة كتير. بالنسبة لتركيبته راح أنا أترك تركيبته على الشاشة إن شاء الله. وراح بالنسبة لتركيبته، هي عبارة عن مادة الكلس، كلياتنا بنعرف مادة الكلس، وكبريتات النحاس هي مادة معقم فطري أو هو مبيد فطري بشكل عام، والشبة، أو إذا ما وجدنا الشبة ممكن نضع قليل من الغرة حتى يثبت على أغصان الشجرة. فمنقوم بالطلاء بهذه الطريقة، طبعا بعد عملية التقليم منقوم بالطلاء، يعني هو الوقت المناسب له هو بداية فصل الربيع، أفضل يعني أفضل وقت لوضع عجينة البوردو على جذع الشجرة، أو بداية الشتاء، ولكن أنا أفضل بداية الربيع، بتكون الأمطار خفت فحتى لا تنزل الأمطار كثيرة وبقوم بغسل هذه. ولكن الآن بداية الربيع، بداية تكاثر الحشرات، بهذه الطريقة يعني إلى نصف إلى بداية تفرع الأغصان أنا بقوم بطلاء هذه الجذع هكذا، مثل ما أنا شايفين هون كيف قمنا بطلي جميع الأشجار بنفس الطريقة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.